ايش اللي جابه؟ ايوه حلوش اللي جابه. يلا وصلنا بيعه. يلا شيخ حسن عشان اقدم لك في الانتخابات قبل ما اجي لك السلوخ. ظبط رجلك ابيعه. حاضر اهدى بس شويه عليا بسرعه ابيعه لحد الحجم. هات ايدك بنروح ابيعه. وصلنا هنقدمه في الانتخابات ان شاء الله. لا هقدم لك في الانتخابات قبل ما اجي لك السلوخ. اتفضل يا ريس. اتفضل نورت البلد يا ريس. السلام عليكم يا رجاله. انا ريسين. السلام عليكم. وصلنا يا شيخ حسن. وقف عندك يا عيني. انزل هلا انزل ابو اللي جابك. انزل وقف المكنه. وقف بتتكلم انجليزي المكنه بتتكلم يا حسن. ايوه هلا قول لي هلا. ايوه سلام عليكم يا رجالة. ايوه رجالة الانتخابات. تعال هلا خد هلا امسك البتاع دي بدل ملوش اللي جابك بيها. ايه ده يا بيعه؟ يا شيخ حسن ايه اللي بيحصل هنا ده؟ مش عارف في لجنة جاية عشان الانتخابات. ماشي هلا قول لي يا حاج. حبيبي انت اسمك ايه؟ انا هنا. اه حبيبي ايوه مرشح الشيخ حسني. منين انت يا شيخ حسني؟ من اسكندريه يا سيدي. لا يا ناس حبايبي فوق راسي. ايوه وانت يا حبيبي اسمك ايه؟ لا انا اسمي الحاج من تاي البارود. مرحب محافظه البحيره. اهلا وسهلا يا سيدي. هلا قول لي يا حاج هلا قول لي الانتخابات دي فيها اجانب؟ ايوه اجانب فيها اجانب. بس انا شايف هي اللجنه دي يا راجل اجانب صح؟ الله بس انا شايف اجانب جنبينا. والله الله اسمك مساء الخير. مش عايزين نعرفه من زمان. يا اسم مكان مش قد المال. مكان ايه ده؟ الاشكال اصلا اللي احنا جايين لها مش زيها. بص انت مش شايف مجايبك السودا. معلش يا ريس. بس واحد واقف جنبي مني عامل ازاي؟ معلش يا ريس. ايه ده يا عم بس؟ يا حاج انا جالي تليفون. انا جالي تليفون. ثانيه بيسلم على مين اللي واقف هنا؟ انا جالي تليفون. انا جالي تليفون ان في الانتخابات عايزيننا جوا. ممكن نتفضل جوه؟ يا سلام نتفضل جوه. المهم عايزين نسلمه على الراجل الاجنبي ده. من زمان ما سلمناش على اجانب يا راجل. اتفضلوا معايا جوه حبيبي. اتفضلوا معايا جوه. المرشح بتاعنا ده ركبوا له جلد عشان بيرشح بس. ممكن الله عليك ابيعه. تفضل معايا قدام اجانب. اتفضلوا معايا جوه. اتفضلوا معايا جوه. يلا بينا. اتفضل ابو اللي جابه. ها حكي ولا حاجه. ولا واحدة عايزة تيجي. شكر الجواب فاضي ولا شكر تيجي بالصوت. ايه يا حاج؟ ابو اللي جابه كتاب. ايه علاء؟ هنا لا اقلبك في الطرع يا لا اقلبك في الطرع. يا بيعو مالك يا بيعو؟ عايز اخش الدبليو سي مش قادر. دبليو سي هتخسر امك يا بيعو. وانا جايبك هنا في الانتخابات ولا جاي تشخ؟ دي انت فخدت وليا. وانت قاعد تتنفخ عندي يا بيعو ده هيتنفخك. انت اكلتنا ايه اللي معكله لنا ده؟ ها اكلتنا ايه عندك؟ ابيعه ايه ده يا بيعو؟ هتفتح لك ايه؟ هبوظ الدنيا. معلش يا ريس معلش ايه وزفت ايه المكان؟ انا مش بتاع كده. معلش انت بتحطني في مواقف انا ما بحبهاش. عندنا ده يا ريس معلش. مشيني من هنا. معلش اتفضل شوف اللي جايين. سلامات الله. اسفين يا فندم والله البلد كلها نورت. اهلا يا احنا مش عارفين نقول لك ايه والله العظيم. ماشي اتفضل يا رجاله. اتفضل والله العظيم. هلا قوم بسرعه يا هلا قوم بسرعه. الترشيح جي ابو اللي جابك. قوم بسرعه الحقني هلا اقلع اقع في الطرع ابو اللي جاب. يا باشا اعمل ايه؟ رزق ده من رزق من عند ربنا الحمد لله. معلش يا ريس. ايه يا ابني انت جايبني فين بس؟ معلش يا ريس قاعدين الراجل خواجه ومقدرينه حلق لنا احنا. يا بيعو ما قاعدين على كرسي وحلق لنا مش حاططنا. خواجه بيعو خواجه ايه يعني؟ واحنا مخوتين يعني؟ احنا كاست ابن بيعو وخواجه. سيب نتشرف باسامي الحضرات. ها الشيخ حسني يا سيدي رمز الكوسه. ها استاذ ايهاب يا ابني رمز البرنيته. ايه الحاج رمز الجوافه. ايوه ابو اللي جابك ركز معايا. ورا بيقول له صوت الهاب. بس صوت الهاب هنطلع نقول له بعد تحرياتنا والورق طلع الفايز معانا هو الاستاذ ايهاب.
بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ الاستاذ ايهاب. بيقول الحاج الاستاذ ايهاب. بيقول الشيخ حسني يا حبيبي. يا عم دي كوسه، ده جاي كسبان من امبارح. كوسه يا كوسه. كوسه ايه؟ انا لسه نفس الوقت ده ولا ايه؟ ها في ايه؟ قالوا لي بقى انتوا عارفين ان ساعه ما جيت عندكم هنا تاكل جوابه وافت ايه يا ابن الكلب؟ اهو يا اولاد عادي، خلاص عادي، خلاص على ابوك ولا الكلب. نجحنا. ايه يا راجل؟ الكلب خد يا راجل، هات لي ابن الكلب الثاني. تعالى يا راجل، تعالى لو راجل بقى هات لي ابن الكلب الثاني.